السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، بداية جديدة ووصفة جديدة. أهلا وسهلا فيكم متابعينا وين ما كنتوا بأي وقت عم بتتابعوني فيه. اليوم جايتكم بوصفة مميزة للناس اللي بتحب السمك وبتحب تغير في الطعمات. اليوم رح نعمل مع بعض سمك فيليه مع الخضار، صينية بالفرن مشوية. تعالوا نحكي المكونات لننتقل لطريقة العمل. بداية عندي كمية من سمك الفيليه، وأي نوع سمك أنتوا بتحبوه تعملوه فيليه بتقدروا تستعملوه. عندي فليفلة ملونة، بصل، بندورة، بطاطا، بقدونس أو كزبرة اللي بتفضلوه، تومة، بهار مشكل، بابريكا، بهار السمك، ملح، ليمون، وأكيد بدنا زيت زيتون. هلأ أول شي رح نبلش فيه تتبيلة اللي رح نخلي فيها الخضار ونخلي فيها كمان السمك. رح نبلش بالليمون، وأنا ماخذ كمية 4 حبات 5 حبات من الليمون. رح نضيف معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من بهار السمك، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من البهار المشكل. رح نضيف 2 معلقة من التوم، توم مفروم، مهروس، مدقوق، اللي بتحبوه. وهون أنا مستعملة تقريبا ضمة صغيرة من البقدونس، وزي ما خبرتكم بتحبوا تضيفوا كزبرة كمان بتقدروا. رح نضيف عليهم كمية من زيت الزيتون، وبتقدروا تكسروا كمان بين زيت الزيتون والزيت النباتي حسب المتوفر عندكم. رح نخلط المكونات كلها مع بعض ونخليها قدامنا جاهزة. هلأ رح ناخد الصينية اللي رح ندخلها على الفرن، ورح نبلش بترتيب الخضار عليها. رح نبلش بإضافة البصل، وحاولوا شوي البصل يكون سميك لحتى يكون قاعدة للسمك للبطاطا وباقي الخضار. رح نوزع كمية من البصل. رح نضيف فوقها كمان شرحات من البندورة. هدول اللي أنا مخليتهم قاعدة. وبعدين رح ننتقل للبطاطا. رح ناخذ البطاطا وننزلها فوق الخلطة اللي عملناها، ورح نيجي للبطاطا نقلبها مظبوط بهالخلطة. رح ناخذها ونرتبها فوق. بعد ما صفطنا البطاطا رح ناخد السمك. بتحبوا تحطوه قطع كاملة، بتحبوا تقسموه زي ما انتوا بتحبوا. نفس التتبيلة اللي حطينا فيها البطاطا رح نحط فيها السمك. تبلو مظبوط، وبتقدروا كمان تحطوا هالتتبيلة قبل بوقت وتخلوها بالتلاجة لحتى تتشرب اكتر. رح نحط السمك كامل بهالطريقة.
والمية اللي ضلت معانا طبعا هي الليمون وزيت الزيتون والبهار اللي حطيناه رح ناخدها ونديرها فوقهم. آخر شي ضل معاي الفليفلة الملونة رح ناخدها ونصفطها فوق السمك بهالطريقة. تشكل بالألوان. وهيك صارت معي جاهزة لتدخل على الفرن. طبعا رح ادخلها على الفرن بدون اضافة لا مي ولا رح نحط عليها ورق قصدير لحتى تستوي وتتحمر مع بعض. بدها تقريبا بالفرن من نص ساعة ل 45 دقيقة لحتى تستوي استواء كامل. السمك ما بياخد وقت كتير طويل، رح ياخد تقريبا من 25 ل 30 دقيقة، ولكن الخضار البطاطا بدها شوي من الوقت، فإحنا بعد نص ساعة رح نختبر البطاطا. إذا كانت مستوية رح نشيل الصينية بيكون السمك وباقي الخضار استوت، إذا كانت البطاطا لسه مو مستوية رح نخليها كمان 5 دقايق أو 10 دقايق حسب الوقت اللي بتحتاجه، فرح ندخلها على الفرن ونرجع لكم بعد نص ساعة لحتى تصير جاهزة للتقديم. خليكم معي. هيك وصفتي صارت جاهزة بعد ما طلناها من الفرن، اعطيناها تحميرة كتير بسيطة لأخذت اللون الذهبي للسمك. بتمنى الوصفة لليوم تعجبكم، جربوها واعطونا رأيكم فيها. هالوصفة بتتاكل بالخبز أو بتتاكل مع رز. تابعوني أنا الشيف أحلام عبدالله من مطبخ الأحلام يوميا على قناة اليرموك.